اهلا بكم في التوتوريال رقم 22 من شابتر 3 شابتر البيمز. عندنا بيم المقطع بتاعه عباره عن اي سيكشن دبليو 18 في 35 وعليه لود متمركز في منتصف ب 2500 اي بي، وعندك الاي مودلز بتاعتك ب 200 جيجا باسكال، وعاوز يحسب قيمه الديفليكشن في المنتصف. طول البيم عباره عن 15 فيد، وهنبدأ نخش على برنامج الانسز ونطبق الكلام ده. نفتح الاول مديول بتاع الستاتيك ستراكشر، وعندنا الماتيريال خلاص معروفة اللي هي الديفولت بتاعها ب 200 اللي هي الستراكشر ستيل. نفتح برنامج ديزاين مودلر، نعرف اليونتس بالفوت، وبعد كده نبدأ نعمل له اكس واي بلان سكتش، ونجيب المستوى قدامنا. نعمل اول نقطة عندنا هنكوت نقطة الاصل بزيرو، ونقطة تانية عبارة عن قيمة اكس مسافة 7.5، ونعمل جنريت، ونقطة رقم 3 ب 15، ونعمل جنريت، وبعد كده نعمل كونسبت اللاين فروم بوينتس، ونوصل النقطتين ببعض، نعمل ابلاي، نعمل جنريت، ونقطة تانية، ونعمل جنريت. بعد كده ندخل الكروس سيكشن عبارة عن السيكشن بتاع المقطع بتاعها اي، نجيب اليونتس بتاعتها بالانش. قال لك هنا ان المقطع بتاعك عبارة عن دبليو 18 في 35. هنبدأ نرجع للجداول الستاندر بتاعتنا موجودة في المرجع بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، كتاب Finite Element Analysis Theory and Application with Answers، الكاتب موفينا. وهنا لو دخلت على الصفحة 815 هيبدأ يجيب لك المقاطع المختلفة للاي بيم. احنا هو طالب منك ان انت تشتغل على 18 في 35. ادي نروح لل 18 وال 35، ادي المقطع الاولاني، ونبدا نشوف ادي المساحه، وادي القطر الدبس قصدي، وادبس الدبس عندك عباره عن 17 و 7 ادي 17 و 7 والعرض بتاعها بتكون عبارة عن 6 انش، ادي العرض. والسمك بتاع الفلانجة تي دبليو تي اف عبارة عن تي دبليو 3/10 و تي اف 4/10. أربعة اتنين خمسة. تمام، نعمل جنريت، ونبدا نعرف للبارت بتاعنا اللاين بودي الكروس سيكشن بتاعه عباره عن الاي بيم، ونعمل جنريت، ونعمل فيو للمقطع بتاعنا، ويبقى كده احنا ظهرنا الاي بيم للجزء اللي احنا شغالين عليه. ممكن تاخد اللاين بودي ده واللاين بودي وتعمل له اللي هو يدور زاويه 90، جنريت. تمام، ونقفل الكلام ده ونبدا نخش على الميكانيكال. نبدأ نحط الباوندري كونديشن، عندنا 2 سبورت وعندنا لود في المنتصف.
اول حاجه اللاين بودي هنعرف الاستراكشر ستيل، تاني حاجه نعمل جنريت مش ونعمل انسرت سايزنج زي ما اتعودنا في جميع المسائل اللي احنا ممكن نشتغل عليها. نمبر اوف ديفيشن بيكون واحد، ونعمل دوبليكيت للجزء التاني، ونعمل ابلاي، ونعمل هنا جنريت مش. بقى عندك اتنين اليمنت فقط. وبعد كده نعمل بوندري كونديشن فيكس سبورت عند الجزء الاولاني، ننشط النود ونضغط هنا ابلاي، والجزء التاني نعمل الديسبيسمنت عند النقطة التانية، ونقول له ان هي هتكون فري في الاتجاه بتاع اكس، والواي والزد بيكونوا بصفر. بعد كده نبدأ ندخلها اللود. اللود هيكون في المنتصف، نعرف هنا النود، ونعمل كومبوننت في اتجاه الواي قيمتها ب2500 رتل، نعرف هنا الوحدات بتاعت الرتل، وهنا سالب 2500. نعمل سولف، نبدأ نطلع سوليوشن. طالب منك الديفورميشن، التوتال ديفورميشن عند النقطة اللي في المنتصف، وقيمة الاستريسز، نجيب الرياكشنات ونعمل دوبليكيت الرياكشن التاني، ونعمل هنا البيم تول، ونجيب قيمة البندنج ستريس، ونعمل هنا بلويت. نشوف هنا قيمة، عندنا قيمة الديفورميشن طالع عندنا باتنين من عشرة أو تلاتة من عشرة زي ما احنا شايفين، وقيمة الاستريسز قيمة الرياكشنات، والماكسيمم بندنج ستريس قيمته 10 ميجا باسكال. وممكن نبدأ نحسب هنا أو نرسم البندنج مومنت دايجرام عن طريق نعمل هنا انسيرت على الموديل، نعمل كونستراكشن ونختار باث، ونعمل هنا الباث عبارة عن الايدج، وننشط الايدج دي ودي، ونضغط ابلاي، ونبدأ هنا نعرف له البيم ريزلت، نجيب له الشير مومنت دايجرام، ونعرف له هنا القيمة بتاعت الباث، وممكن نحسب كمان البندنج مومنت والشير مومنت. نعمل سولف، زي ما احنا شايفين رسمة بتاعت الشير فورس والبيندنج مومنت، ونقدر نحسب قيمة البيندنج مومنت، ونقدر نحسب الشير الفورس. يبقى كده احنا في السيشن اللي احنا كنا شغالين عليها، السيشن رقم 22 في التمرين رقم 22، في عندنا جبنا بيم ومعرض لحمل متمركز في المنتصف، وكان مقطعه كان اول مره نقابل مقطع مختلف اللي هو عباره عن الاي بيم. بكده يبقى احنا كده خلصنا السيشن دي، وان شاء الله نلتقي في السيشن القادمه.